نظم حزب مستقبل وطن أمانة محافظة بورسعيد مؤتمرا جماهيريا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. جاء ذلك بحضور المئات من أهالي محافظة بورسعيد، وينظم الحزب العديد من المؤتمرات والفعاليات لزيادة الوعي السياسي والمشاركة الفعالة في جميع الاستحقاقات الانتخابية، لا سيما الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدا على أهمية استكمال التنمية والتطوير في جميع النواحي خاصة بالتعليم العالي.